المهندس احمد عز احتكر القرار كأمين للتنظيم. شوف انا ليه كده موقف اخلاقي، لا اتحدث عن اشخاص لا يملكون حق الرد. لا هو يملك حق الرد. لو حرب يتكلم. نعم. امين التنظيم، امانة التنظيم طبعا بالتعاون مع بعض الاشخاص، لكن امانة التنظيم هي التي ابتكرت فكرة ترشيح اكتر من واحد على نفس المقعد. فبلغ الامر ان في اربعة. كان إيه الدوائر الايه؟ انا عايز افتكر هو كان بيقول لي ايه الدوائر. كان لها اسم كده. ايا كان يعني الفكرة دي لم تناقش فئة المكتب، لم يناقش ميزتها ومعايبها واثرها على انما كانت فكرة ارضاء ان اذا كل العركة تبقى جوه بيت الحزب الى اخره، وجهة نظر، انما لها مشاكلها ولها عيوبها ولها معناه ان الحزب ده ملوش لا راي ولا موقف ولا تقييم في الناس. هل كان احمد عز منفردا بالراي داخل الحزب الوطني ولم يكن يسمع الى احد؟ يعني احمد عز وجمال مبارك الاثنين كانوا منفردين بالراي؟ لا يعني شوف بص هقول لك يعني ايه، ده سؤال عام جدا، انما يعني يعني في اشياء كثيره المبادره او بحكم الاختصاص في يد المهندس احمد عز، وهيئة هو المكتب كان حريص على استخدامها بكفاءة واقتدار. وهيئة المكتب، ما هو هيئة المكتب دي اللي فيها الخمسة الكبار. هنا بقى السؤال، عشان كده بنقول لك ان هو لا مانع يروح يعملوا مقابلة مع السيد صفوت الشريف يحتوى علما. لا مانع ان هم يتصلوا بالدكتور زكريا عزمي ياخدوا رأيه. انما المناقشة المؤسسية في إطار مؤسسي لا لم تحدث. سألت حضرتك وأعتقد إن ده أحد أسباب. هو يكفي حضرتك بس يعني إن أنت لما حدث يعني كنت أتصور مثلا يوم 25 يناير ده حدث، إن تاني يوم هيئات أو في خلال العشرة أيام اللي بعدها الأمانة العامة للحزب تجتمع، ما حصلش حاجة. فيعني يعني الإنسان وأنا وقر يعني اعتقد فيه كان مبالغة لغاية دلوقتي في دور الحزب الوطني، في السلطات التي اعطيت له. هو الحزب الوطني كان فيه اشخاص اقوياء، بس اقوياء لاسباب لا تتعلق بقوة الحزب.